السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، اللي غيكون متنوع ان شاء الله، فيه جوله، فيه مشتريات، فيه طبخ كذلك. وخليكم معايا، وما تنسوش كيف العاده تشجعوني باللايكات ديالكم وبالتعليق ديالكم الزوينه، وما تنسوش كذلك تتابعوني على الانستغرام مامو ماروكين، كنشارك معكم العديد من الاشياء. المهم انا وصلت دابا الاكسيون. المهم ما عمرني جيت الاكسيون، كما كتعرفوا انا عدت انستاليت مؤخرا هنا في فرنسا، وكنت كنتابع بزاف البنات كيهضروا على اكسيون، المنتوجات اللي كيشريو البنات عاوتاني من في المغرب، كياخذوهم من هنا كيعاودوا فيها عليها بزاف، عندهم ديكورات زوينين وداكشي بثمن مناسب. وقلت حتى انا ضروري خصني نجي نكتشف هاد اكسيون هذا، نشوف اشنو فيه. المهم انتما كما كتشوفوا راني كنصور لكم بالتفصيل الاشياء اللي كاينه هنا. فعلا الاثمنه مناسبه جدا، يعني شحال من حاجه كنلقاها في بلاصه اخرى بواحد الثمن زايد شويه على هنايا. وبالنسبه للديكورات حتى هما كاينين، واخا هنايا يعني شفت ما حاطين شي حاجه كثيره، تقريبا كما كتعرفوا ان انا كنت كنتابع هكا جوله في اكسيون على اليوتيوب ولا مشترياتي من اكسيون، كنشوف يعني خديت فكره على الاشياء اللي كاينه في اكسيون. قلت غادي نجي غنلقى شي حوايج جداد، شي حوايج مختلفين، تقريبا لقيت نفس الاشياء، ما لقيت شي حاجه جداد، يعني شي حاجه اخرى في شكل، حيت هذا الشيء صافي من كثرة ما كنشوفوه طلع لينا في راسنا والله العظيم. بغينا نشوفوا شي حويجات اخرين جداد هكا، باش حتى انا بغيت نشري شي حاجه ولا هذا. المهم ها انتم معايا تكتشفوا معايا هاد الاشياء، وبالاثمنه كذلك باش تعرفوا الاثمنه ديال كل حاجه من هاد الاشياء هذه. وفي هاد الجهه هادي كاينين الشموع باختلاف ديالها، وكتكون شموع عطريه كذلك كما كتعرفوا. وهنا كاينين هاد الاواني المنزليه، لي بواط هادو هما راه تقريبا كلشي راه شافهم وعاود وعاود، راه حتى هما مازالين هنايا اللي بغاهم. وكاين يعني هاد لي بواط حتى هما كنت شفتهم حتى في اوشون كاينين. المهم كل ما يخص المطبخ، لي بلاطو، هاد القطاعات حتى هما. وهاد لي طابلو حتى هما اللي زوينين، عجبوني بزاف، وحتى الثمن ديالهم كما كتشوفوا رخاصين، حيت راهم كبار وزوينين. ودابا اول حاجه غادي نبدا بها من بعد ما دخلت هي نحضر وجبه العشاء. ودابا غادي نحضر معكم الكريب مالح. بالنسبه للمقادير اللي غنحتاج جوج بيضات، وعندي هنا جوج معالق ديال الزيت، زيت المائده جوج معالق، عندي هنا ملعقه صغيره ممسوحه ديال الملح، وشويه ديال البزار، و300 غرام ديال الدقيق الابيض. وغادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف ان شاء الله. في هذا الاناء درت جوج بيضات، وغادي ندير شويه ديال القشور ديال الحامض كيعطي فيهم واحد البنه، يعني اختياري اللي بغى يديرهم، كيحيد حتى ديك الزفوريه ديال البيض.
كناخد الإناء كندير جوج بيضات وكنزيد هنا الملح والإبزار وكنضيف الزيت والحليب، ومن بعد نضيف الدقيق تدريجيا ونبقى نخلط بحال هكا. تقدروا ديروه كذلك في الخلاط الكهربائي كيسهل عليكم المأمورية. المهم انا كنخلطو مزيان، الا بغيتو تخلطو هكا بيديكم خلطوه مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال الدقيق. وبالنسبه للخليط خصو يكون سائل ما يكونش ثقيل. المهم كما كتشوفوا بهذه الطريقه كنستمر في التخلاط. المهم غدرت هذيك الزلافه كامله ديال الدقيق، 300 غرام ديال الدقيق او 3 ديال الكيسان ديال العنب ديال الدقيق، ونخليه يرتاح واحد المده ديال 10 دقائق. ودابا غادي نبدا في الطهي ديال الكريب. كناخذ هذه المقلاه اللي درتها سخنات شويه، غادي نضيف مغرفه هكا ديال الكريب. كما كتشوفوا السائل كيفاش كيجي بحال هكا، كنبقى نكب وكنمزو على المقلاه كلها وكنخليه على عافيه متوسطة. وها هو الكريب. نرجعو للكريب ديالنا. غادي نقلب دابا هاد إلا كتشوفو، غادي ندير هنا شوية ديال الزبدة. كنديرو الزبدة واحد طرف صغير ديال الزبدة وكنحطوها على الجهة الأخرى وكنبقى نحركها على هذا الشكل. ها هو الكريب كيفاش كيجي، وصافي وكنسرب بنفس الطريقه حتى كنكمل. وفي نفس الوقت غادي نحضر واحد الشوربه للعشاء. المهم بالنسبه للتوابل درت شويه ديال الكركم او الخرقوم البلدي، شويه ديال البزاره والفلفل الاسود، وشويه ديال السكنجبير، وغادي نزيد شويه ديال التحميره او البابريكا والملح. المهم المقادير غادي نخليهم مكتوبه في صندوق الوصف وكذلك باللغه العربيه في الوصفه بالنسبه للناس اللي كيبغيو. نعم وكنخلي اللحم والبصله يتشحروا مع هاد التوابل والزيت. هنا درت غير شويه ديال اللحم غير باش يعطي داك البنه في الشوربه، ومن بعد غادي نضيف الماء طايب. من بعد غادي نضيف القزبر ومعدنوس. ودابا خليت طيبت الكريب صافي ساليته، وخليت داك الشوربه تيطيب داك اللحم، وغنشارك معكم دابا المشتريات. ودابا غادي نشارك معكم المشتريات اللي خديت من اكسيون. المهم غادي نوريكم داكشي اللي خديت هاد المنشفه هادي اللي كنتنشف الاواني. خديت هاد الصابون هذا ديال اليدين، هنا الصابون هادي هادشي نتوما باش تشوفوا شي حاجه اخرى كرهني عارفه. المهم هادو طبيصلات. المهم الاثمنه راني كنت صورت لكم الجوله مع الاثمنه، ما عقلتش على الاثمنه ديال كل حاجه. ما المهم عندي داكشي في التيكي. ما المهم هادو خديت منهم ثلاثه، خديت هاد لي سيت هادو ديال الطابل باش واش واضح ليكم. هاد لي سيت هادو داير ما عقلتش شحال دايرين. المهم خديت منهم ربعه هادو، قولوا لي البنات كي جاوكم.
خديت هادو وخديت هاد الكيسان. ها هما هاد الكيسان هادو، باش نشوفوهم دايرين. ها هما البنات كي جاوكم هاد الكيسان، المهم انا عجبوني. خديتهم هكا العصير مثلا حنا المسائل هادي، خديت منهم 6 هما. وخديت هاد باندوش، المهم عمرني جربت هادو غير قلت ناخذهم باش نقضي. وخديت هاد الطبيصلات، خديت منهم 6 انا نديهم معكم. ها هما البنات كيفاش كيجيو، حتى هما زوينين عجبوني. وخديت ما غاليينش بزاف الصراحه هادو، ما عقلتش واش بأورو ولا أورو تقريبا، وما كاملش بثلاثه. خديت منهم هاد 6، يعني الثمن ديالهم مناسب ما غاليينش. المهم مره مره ناخذ هادو ديال لي بروشيت، صراحه الاثمنه فيه مناسبه بالنسبه لداكشي ديال الديكورات وهذا موجودين يعني، ولكن ماشي شي كاليتي يعني، غير اللي بغا هكا شي حاجه اللي بتبقى محطوطه وهذا يعني يقدر ياخذ شي حاجه، ولكن ما لقيتش شي حاجه كثيره، ما عرفتش واش مازال يقدروا يحطوا من هنا لقدام يعني. بلي غير داكشي اللي كنشوف ديما، حيت انايا اول مره غادي نمشي لاكسيون كما كتعرفوا، ولكن كنشوف هكا الفيديوهات البنات اللي كيمشيو كيديروا جوله ولا المشتريات وهذا، دوك لي بلاطو اللي كيوريونا ديما وداكشي هو اللي كاين، وحتى الديكورات يعني تقريبا داكشي اللي كيوريونا ديما هو اللي كاين، ما كايناش شي حاجه جديده. وخديت هادو، حتى هادو ما غاليينش بزاف، بغيت هكا ان شاء الله كنشارك معكم الفكره ديال التزيين اللي غادي نديرها. خديت هادو حتى هما ديال الصفون، وهاد لي سيرفيات، وخديت هادو حتى هما ديال لي طابل. ها هما هاد الديكور هذا حتى هو كي جاكم، المهم هادو خديت منهم غير جوج. كنتمنى تقولوا لي الراي ديالكم بالنسبه لهادو، واش خديت مزال. خديت هادو هنا، خديت هاد الليبه هادي لبنتي، المهم سخيخه زوينه وهاد التقيشرات. هادو لي سيرفيت حتى هما خديتهم في الغوز وفي الكري. هادو سلبيسات هكا ديال الكوزينه، وهادو ديال الغونجمون خديتهم، خديت منهم 3، بغيت نجمع فيهم شي حاجة هكا في الدوش. وخديت هاد الشكلاط البنات وسخوني عليه، وهاد بغيت ندير ان شاء الله لانيفيرسير لبنتي، كملات 3 سنين. ان شاء الله نشارك معكم هكا افكار لعيد ميلاد، الا بغيتو مهتمين ما كنتمنى تخليو ليا تعليق هكا باش تشجعوني انني نجتهد وندير لكم شي حاجه زوينه ان شاء الله، وافكار بسيطه وبتكلفه قليله. وخديت هادي، المهم بالنسبه للديكورات هادي هي اللي خديت، بنت لي زوينه وعجبتني، بغيت هكا نزين بها واحد الركن من البيت ان شاء الله. قولوا لي الراي ديالكم فيها كي جاتكم، وان شاء الله غادي نحط فيها مازال اون بوجي. الصراحه نسيت ما شريتش هذوك لي بوجي اللي الكتريك، احسن من الاخرين كي يعني كنفضل انا الاخرين، خصوصا مع الاطفال وهذا كيكونوا يعني اكثر امان. وخديت هادو حتى هما هاد لي بلونت، خديت وحده في البيض وحده في الكحل. واخيرا خديت هاد الشبكه هادي ديال هذا ديال التصبيب ديال الحوايج، يعني نوريها لكم، ها هي صافي. وهذه هي هادو هما المشتريات اللي خديت البنات، كنتمنى تكونوا خديتوا معايا الافكار والجوله تكون فادتكم. الصراحه بحال هاد الجولات انا كيعجبوني كتاخذي فكره، حتى الا كنتي باغا تمشي مثلا هاد الاسبوع تقدر تبان لك شي حاجه عجباتك، يقدر داكشي اللي بان لك راه كيعرفاه وما ما تماش ما غادي ديري بنقص بلا ما تمشي بلا ما تعذبي راسك، ولا بان لك شي حاجه مهمه مثلا مزيان راه غادي بطبيعه الحال غادي تمشي بالنسبه للناس اللي هنايا في فرنسا. وصافي المهم دابا غادي نكمل معكم اليوم ديالي، وهانتوما معايا لتتمة الفيديو، وغادي نمشي كلو نرجعو بلاصتو نشوف كل حاجه فين نحطها.
ندير ليها بلاصه. ودابا من بعد ما ارتاحيت وصلت وقيته ديال العشاء نتسخنوا. بالنسبه للشوربه زدت ليها 3 ديال الملاعق ديال مركز الطماطم، ومن بعد ما كانت تغلى كنضيف لسان الطير، ما درتوش من قبل حيت الا بقى مطول غادي تعجن داكشي علاش. وبالنسبه للكريب ها هو كيفاش كيجي. دابا غادي ندير له غنعمرو بالجبن، كيجي لذيذ بالجبن بالنسبه اللي كيعجبهم الجبن بطبيعه الحال. هنا درت الجبن فيلادلفيا او اي جبن كريمي عندكم. كناخذ واحد الزلافه ضفت ليها، درت الزيت البلديه واحد 3 د الملاعق، وضفت كذلك الزعتر باش يعطيني ديك النكهه، وضفت الجبن. وها هو الكريب بعد ما عمرتو، كما كتشوفوا كيجي المنظر ديالو رائع. وكناخذ مقلاه كندير فيها الزبده، ومن بعد كنضيف هذاك الكريب اللي عمرت بالجبن كنحطو على هذا الشكل باش يتحمر ليا من الجهتين، كيعطي واحد اللون زوين وفي نفس الوقت واحد القرمشه رائعه. وفي نفس الوقت تقدروا ديروه كذلك في الفرن. وها هي وجبه العشاء، كما كتشوفوا بسيطه جدا وكتتحضر في دقائق. الكريب كيجي رائع جدا، وبالنسبه للشوربه كذلك في هذا الجو هذا اكثر من رائعه وصحيه في نفس الوقت. ولا عجبكم بحال هذا النوع من الوصفات ما تنسوش تخليوها لي في التعليق، نزيدكم شوربات متنوعه وكذلك حشوات مختلفه للكريب. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وشكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.